منشد، ثلاث منشدين صح؟ ها؟ ثلاث منشدين اليوم؟ طيب مشكلة الشباب بدأ. كل لا كلنا كلنا مو ثلاث منشد؟ كلنا منشد؟ أنا جاني مش شدت علي الناس بهموم واضي الله وزادت الدنيا على صدر الحروق ما فادت الخلان ويدين الصديق ودموع عيني سيل ورعود وبروق ودموع عيني سيل ورعود وبروق ومسيت انا الحالي اخطط للطريق باخط المتاوي ناول السبوك ابغي اثبت روحي بحبل وثيق وغير حبل الله مالي من وثوق وغير حبل الله مالي من وثوق طب موسى انا جاني شيء هل اتلك بالسياحه موسى مرشد سياحي طبعا مرشد سياحي هذا اللي جاني مرشد سياحي وين بالضبط في جازان اوه منطقة كاملة اوه احتاجك انا جبلي احتاجك بحرس. انا احتاجك انا ادور من زمان الله يحييك طبعا الباص الان اخذت باص 50 راكب للمقدمين ومتسابقين حلو بنشوف كم باقي مقعد ولا بتجيب باص 50 راكب زيادة ثلاث بتوديهم جازان طبعا جازان تتميز يعني وش الاشياء اللي تتميز فيها جازان؟ هي تتميز باشياء كثيرة بس شيء معين ايش تتميز جازان؟ يعني المناطق كلها فيها اماكن سياحيه لكن جيزان عندك بر وبحر وجبل بر وبحر ايه جبل. البحر فيها جزر فيها جزر في اطبخ ايه فيها جزيره فرسان يعني من اشهر الجزر في المملكه ايه هذه معروفه وفي اتبعها اكثر من 15 جزيره حلو تمشي لها من نفس جزيره فرسان ايضا عندك المناطق الجبليه عندك فيفا وبني مالك وعندك العارضة وعندك جبال الحشر بصفة عامة جبال بني مالك وفيفا والعارضة وهروب والريث كلها سياحية المناطق الجبلية يعني تخيل ان الضباب تحت وانت فوق في القمة هذا شفته مقطع في مقطع شفته طبعا تخيل انه في مقطع ولا قاطع كلامك شفته كنت انا مسافر وين والله ما ادري لبي خلاص استلم عنها طيب استلم عنها كل واحد من محوره يستلم على الثاني استلموا فهمت كيف يا ايوه استلموا 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 الحين نواف خلي يستلم الطبخه موسى انت غير المرشد لك بالطبخ احس لك هوايه الطبخ طبعا اكبر طبق حساوي طبخ في الشرق الاوسط أنت طن طبخ في فيفا وانا معاه الله يعني لك خبره بالطبخ طيب يعني في مقطع انا شفته يوم اقول اثنين شيفات او شيف ما ادري يسمونهم شوف جمع شيف جمع شيف دقيقه ما ادري جمع شيف وشو ما ادري شوف شيف سمعت جمع شيف شوف صح طبعا الطبخه باسمهم وانا كنت موجود معهم اثناء الطبخه كانت اشياء دقيقه اشياء جمع شيف اشياء شيف شيف دقيقه هذا بالانجليزي احنا نبي بالعربي دقيقه وش جمع شيف شيف اشياء شيف شيفات لا مو شيفات عساكر الشيف انت شو لا اظن شيفات شيفات هذه انثى لا ما عليك من التسميه الشيفه ايش جمع شيف لا شيوف انا قلت شيفه شيفه شيوف ايه شيوف شيف كمل طيب موسى شفت لي مقطع انا قبل في شخص صور المقطع هذا هو جالس على جلسه مو تفتح النفس الا بعد النفس انا كنت مسافر برا والله لو كنت اعرف احد وقته يوصلني للجلسه هذه كان اخذت طياره القزاز مش قزاز الضباب تحتها اي الغيوم تحتها وين هذا بجزان؟ في فيفا وسميت انا عندي في الباكج الجولات السياحيه الله اطلاله الخيال الله حجره كذا طالعه من يعني في الهاويه حلو اكثر من 8 متر حلو حجره كبيره ايه؟ وتحت كله خضار وعلى ارتفاع 1800 عن سطح البحر خلاص خلصوا البرنامج يلا وخلوا موسى بس يعني بروح لهناك ان شاء الله خلاص بروح والله مرحبا بس طيب في واحد اسمه بسام هو بعد برضه مرشد سياحي والله نعم بسام الفيفي صح؟ نعم يلا ابن عمه؟ هل هو من يعني انتم مجال واحد والله بس ابن عم؟ ايه مجال واحد والله ونعم مرشد سياحي ومرشد سياحي والله ونعم فيك شبه منها انا احس اولاد عم اولاد عم لزم والله قبيله لا قبيله والله ونعم سبعة انعامي والله فيك طيب
الله يا موسى لازم تمر. والله لا جايكم قريب باذن الله. تكلم صدق ترى، يعني يبغى لك اقل شيء 8 ايام تفضي نفسك اجازه الحمسة. نقص. طيب نواف انت احترق الطبخ. نواف انت اليوم ايش تخلط يا نواف؟ احترق الطبخ نواف اليوم انت تخلط. نواف حلو. سؤال لك. هل سؤال لك لو جبنا لك سؤال فيه من نوع من الإحراج، هل نواف